بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا لأجلك ربي، لنحيا الحياة جميعا لأجلك ربي، لنسعى، لنعمل، لنرتقي، لنغير، لنتغير، لننهض بأمتنا لأجل الله تعالى. المشهد اليوم اللي حنستعرضه هو مشهد المرأة وعمل المرأة في المجتمعات الإسلامية. بعرف صديقة لي دكتورة قالت لي: شوفي أنا بنتي ما بدي درسها أبدا، ولا تطلع أي موظفة ولا تشتغل أي عمل، أي عريس بده يطرق الباب بدي زوجه إياها. بعرف واحدة تانية كمان صديقة دكتورة قالت لي: أنا بنتي ما بسمح لها تتزوج لحتى تدرس وتاخد الشهادات العليا وتصير دكتورة بعدين تتزوج. شو الفرق بين الكلمتين أو المشهدين؟ الأولى يعني متعذبة بعملها ببيتها، ما عندها مين يساعدها أو يدعمها، فشايفة مساوئ العمل، ما شايفة محاسن العمل. الثانية عندها زوجة، عندها مين يساعدها في بيتها، عندها داعم يعني نفسيا ومعنويا وماديا، لذلك مرتاحة وبتتمنى أنه بنتها تصير مثلها. إذا هذا المشهد يتكرر كثير في مجتمعاتنا، ناس مرتاحين بالعمل كنساء أنا عم بتكلم، ونساء تعبانين بالعمل. حتى كثير من النساء بيقولوا لي يعني احنا عم نتعب نتعب، وبيجي اخر الشهر بينزل زوجي بيقبض الراتب وبياخده كله وهو بيصرف على كيفه، بيقول له خلص انت شو بدك بعطيكي. يعني في اخطاء بمجتمعاتنا عم تسبب لنا مشاكل اكبر. المراه بتسكت في البدايه، بتصبر شوي، لكن بعدين بتصير معها بقى رده فعل، وربما يؤدي ذلك الى مشاكل والى الطلاق او خربان البيت. بالطبع انا من جهتي، هل انا احب او ارغب المراه على العمل؟ طبعا المرأة لازم تعمل، لكن بصراحة يعني دولنا وحكوماتنا فيها عمل المرأة مجحف، حتى في العالم يعني مو بس عنا، لسه في أمريكا إلى الآن راتب المرأة أقل من راتب الرجل في الشركات، طبعا لأنها كلها شركات خاصة، أما كدولة كحكومة لا، كقانون ما فيها قانون، لكن في الواقع كله هيك. إذن المشكلة إنه المرأة إذا ارتاحت في عملها فهذا العمل أنا يعني بشجع المرأة على ذلك. ليه؟ لأنه في عمل المرأة ارتقاء لنفسها، في إثبات لوجودها، صح؟ يعني هذا مو كلام نسمعه، إنما بتعيشه المرأة في ذلك لما بتشعر نفسها أنه هي فعلت شيء، قدمت شيء، نهضت بأمتها، ساعدت دينها على الأقل. خلينا نميز بين عمل المرأة داخل البيت وخارج البيت. هل نحن مع عمل المرأة خارج البيت وتترك مهمتها الأساسية في بيتها؟ لا طبعا، أول واجب للمرأة هو بيتها، زوجة، يعني مو الخدمة في البيت، أنا أتكلم عن زوجة، أولادها، تربية أولادها. أظن ذكرت لكم أديسون لما كان في المدرسة، فأخذته المدير المدرسة استدعى أمه وقال لها إن مدرستنا لم تبنى للمعاقين وابنك معتوه، خدي ابنك ومشي. فهذه الأم عكفت على تربية ابنها وظلت وراء لحتى أصبح أديسون اللي غني عن التعريف. إذن مهمة الأم الأولى تربية الأولاد. أنت لما عم تربي أولاد عم تصنعي، عم تشتغلي للمجتمع، عم تقدمي لدينك، عم تقدمي لآخرتك، يعني أقدس عمل ممكن إنسان يعمله. أصلا الرجل ما بيستطيع يربي الولد مثل ما الأم تستطيع، لأن الله تعالى جعل في نفسها، في قلبها، في صبرها، في حبها ما تتحمل عذاب الولد أكثر من أي رجل. إذن أنا بشجع المرأة أنه من أجل تتعلم أكثر، تترقى أكثر، تتثقف أكثر في العمل. أما الإنسان الكسول الخمول، المرأة اللي كل شيء واصل لخدمتها وما بتعمل شيء، طيب لو كنتي من طبقة مرفهة وغنية اشتغلي في العلم، اشتغلي في الجمعيات الخيرية إذا مالك محتاجة للمال، لكن لا تجلسي كسولة من دون أي عمل. ما هيك المرأة المسلمة أبدا، ولا هيك كانوا الصحابيات رضوان الله تعالى عليهم، كانت كل واحدة إلها عمل تتميز فيه وتنافس فيه ويمدح النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. إذن أنا أدعو إذا كان العمل مريح أنه تعمل المرأة من أجل كما قلت
طور نفسها، طور مجتمعها وترفع من مستواها. والقصة مشهورة، سيدة زينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت تعمل في الحصر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا. فبعد ما توفى النبي عليه الصلاة والسلام صاروا الصحاب زوجات النبي يوقفوا إلى الجدار ويمدوا إيديهم يتطاولوا يشوفوا مين إيده أطول، اللي هي معناتها حتموت أول واحدة تلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام. فقالت عائشة: حتى ماتت زينب وكانت قصيرة. زينب ما هي طويلة، كيف ماتت أول واحدة؟ فعلمنا أن مقصود النبي طول اليد بالصدقة. كانت زينب مع أنه زوجة النبي، مع أنه ما أنا محتاجة إلى المال، مع أنها غنية، زينب من العوائل القرشية الغنية، مع ذلك قال كانت تعمل بالحصر من أجل أن تنفق على المساكين. يعني ساهمت في تطوير المجتمع، ساهمت في بناء الحضارة وفي القضاء على الفقر وهي من بيتها. خلينا نشوف بطلة حلقتنا اليوم بالنسبة للعمل داخل البيت أو مع الأولاد، هي السيدة فاطمة رضي الله عنه وأرضاها، بنت النبي صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. بالطبع السيدة فاطمة كانت تعمل في البيت، وكثير من العلماء قالوا أنه عمل فاطمة في البيت استدلوا منه أنه يجب على المرأة أن تعمل في البيت، يعني أعمال الخدمة في البيت. بالطبع أكثر العلماء وإجماع العلماء أنه لا يجب على المرأة عمل البيت، وإنما هذا واجب على الرجل أن يكفيها هذا العمل. خلينا نأخذ الآيات أو الأحاديث التي استدل بها الطرفين. أولا النبي عليه الصلاة والسلام مرة استبطأ بلال، بلال تأخر على القدوم على الصلاة، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: أين كنت؟ فقال: مررت على فاطمة، أنا دخلت على فاطمة فوجدتها تعمل بالراحة وتسكت حسين، ماسك الولد وبتشتغل بالراحة. فسيدنا بلال أراد يساعدها فقال: إن شئت كفيتك الصبي وكفيتيني الراحة، وإن شئت كفيتك الراحة وكفيتيني الصبي. فقالت له: أنا أولى وأرحم بولدي منك، يعني أنت ساعدنا بالراحة. فاستلم بلال عملية طحن الحبوب، فهو عم يتكلم للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي: رحمتها رحمك الله، ساعدها في هذا العمل. من هون يظهر بأن السيدة فاطمة كانت تعمل في البيت، هذا حديث. حديث آخر بأن لما جاءت السيدة فاطمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشتكي في أول الهجرة، سنين الهجرة، الصحابة كما قلت كانوا تركوا أموال، تركوا بيوت، تركوا كل شيء في مكة وجاءوا إلى المدينة لا يملكون شيء. فالسيدة فاطمة تزوجت سيدنا علي، ما عنده خادم يخدمها، وكان الخادم طبعا عادة طبيعية عند الناس، بل مو بس عادة طبيعية، ضرورة اجتماعية موجودة. لذلك بيقول الإمام الشافعي: من تجوز عليه الصدقة، مين؟ يعني أقل واحد اللي بتجوز عليه، أو سقف من تجوز عليه الصدقة، يلي بيكون عنده بيت مسكن، واللي عنده راحلة يعني كانت دابة، ما بعرف إذا هلأ ممكن نساويها بالسيارة، واللي عنده خادم. يعني اللي عنده بس هدول على الأقل هذا يعتبر فقير، تجوز عليه الصدقة. شوف تغيرات الزمن واعتبارات الزمن. المهم أن السيدة فاطمة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشتكي أنها تريد خادم يساعدها في العمل، فلم تجد النبي وتكلمت لعائشة. عائشة عندما جاء النبي قالت له ذلك، فجاء النبي إلى بيت فاطمة. يروي الحديث طبعا سيدنا علي بن أبي طالب، فيقول: جاء فدخل بيننا في لحافنا صلى الله عليه وسلم، يقول: حتى شعرت ببرد قدميه على بطني، لما جلس النبي عليه الصلاة والسلام بين فاطمة وبين علي. طبعا هن يعني من الحياء ما استطاعوا أنه يطلبوا من النبي مباشرة خادم، فالنبي عرف حاجتهم كما ذكرت له عائشة، وقال: هل أدلكما على أفضل من ذلك؟ تسبحاني قبل النوم 33، وتحمداني الله تعالى أيضا 33، وتقولني الله أكبر 33، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له تختماني يعني 100. المهم النبي دلن على الأذكار. من هون استدل بعض الفقهاء بأنه أقر النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بالعمل، وهذا يعني أن على المرأة أن تعمل في بيتها. هذا طبعا رأي، ولكن رأي الفقهاء يقول ابن بطال في شرحه للبخاري، في شرحه للحديث يقول: لا نعرف من الأخبار الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على فاطمة
أن تعمل في البيت، إنما كان الأمر من باب المعاشرة بالمعروف والحسنى أن الرجل يعمل خارج البيت وأن المرأة تعمل داخل البيت، كما هو يخدمني خارجا ويكفيني مؤونة الخروج والعمل خارج البيت، أيضا أنا أعمل داخلا وأخدم مقابل ذلك. لكن أن يعتبر فرض وواجب على المرأة هذا لا يجوز ولم يذكره أحد. لذلك يقول ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري: أما أن تجبر المرأة على شيء من الخدمة فلا أصل له، بل الإجماع منعقد على أن على الزوج مؤونة الزوجة ومؤونة خادمها. نتابع إن شاء الله بعد الفاصل. إذن نتابع عن عمل المرأة. كنت أتحدث عن عمل المرأة داخل البيت. بصراحة النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر عمل المرأة داخل البيت يعادل الجهاد في سبيل الله. لما جاء النساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام واشتكينا وقلنا أن الرجال يصاحبنك في الجهاد وفي الصلوات وفي الأسفار ونحن النساء قاعدات في البيوت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كلمة رائعة يقول: مهنة إحدى كنا في بيتها تعادل الجهاد في سبيل الله. يعني أي امرأة إذا في مسؤولية في بيتها فالأولى أن تكون في بيتها، إذا كان هدفك فعلا رضاء الله تعالى وهدفك فعلا أن يكون عندك أجر المجاهد في سبيل الله وأنت في بيتك. لكن لما بتصفح المرأة مثلا خلصت مسؤولية الأولاد، الأولاد كبروا أو ما عندها أولاد أصلا أو غير متزوجة، ففي هذه الحالة منقول للمرأة: لا، عليك أن تشتغلي، عليك أن تعملي، وعليك أن تخرجي من أجل العمل، لكن طبعا ضمن الحدود والمنهج الرباني اللي الله عز وجل رسمه للمرأة. إذن من هون ننطلق إلى عمل المرأة خارج البيت. المرأة إذا خرجت من بيتها بالطبع هي المجتمع بحاجة إلى عملها، لأن المرأة تعمل أعمال قد ما يستطيع الرجال وتغطي عن الرجل في هذا المجال، أو خليها تكون تغطي جوانب في عمل مريحة في عمل بسيط وخلي الرجل يتفرغ للأعمال الشاقة. بالحالتين المجتمع محتاج إلى جهود الطرفين، إلى الرجل وإلى المرأة. بالطبع أنا لما بحكي عن عمل المرأة، وكانت رسالة الدكتوراه كلها عن عمل المرأة، فبحط قاعدة: العدل لا المساواة. يعني أنا ما بطلب أنك تساويني بالرجل بالعمل بالحقوق بالواجبات، لا لا، هذا شيء مرهق بالنسبة للمرأة. معناته أنا عم بخرج عن طبعي كامرأة وعم بحمل مسؤولية الرجل وهذا لا أستطيعه أصلا. لكن أنا أطالب بالعدل، يعني ما يناسبني العمل الذي يناسب المرأة، هذا ما نطالب فيه. هي أولا. ثانيا أن يكون عمل المرأة مريح ما يخرجها عن أنوثتها، يعني هي امرأة، كل شيء يناسب المرأة فعليها أن تعمله، تدريس مثلا، عمل في الدعوة، عمل في الطب، إدارة مثلا، يعني هذا ممكن نحن بيبين معنا بالتجربة خلال العمل هذا العمل يناسب مرأة أم لا. من سلبيات عمل المرأة خارج البيت، فينا نعرض السلبيات فينا نعرض الإيجابيات. من سلبيات عمل المرأة بأنه المرأة اللي بتخرج كتير للعمل بيحصل خلافات كتير بينها وبين زوجها، إذا ما في تفاهم، إذا ما في أرضية مشتركة، إذا ما في رضا من الرجل أو قبول. يعني إحنا تعودوا رجالنا إنه المرأة خلص للبيت وبس، وإنه هو اللي خارج البيت. هذه الصورة النمطية كانت مناسبة في زمن ما نحتاج لجهد المرأة وما يحتاج المجتمع الإسلامي لذلك، وكانت تمارس مهمتها في التربية، في التعليم، في المساجد مثلا، في البيوت، في الدور الخاصة للنساء. لكن الآن اختلف الوضع واختلف الزمن، والأمة بحاجة. بعض المجتهدين قال المرأة إذا كانت قادرة على العمل والظروف مناسبة ورفضت أن تعمل تعتبر آثمة لأنها لم تساهم في نهضة الأمة الإسلامية. من المساوئ أيضا أنه بيرتفع معدل الطلاق عادة بين النساء العاملات عن النساء الغير عاملات. ليه؟ لأنه المرأة العاملة عندها مرتب
يعني مستقلة ماديا واقتصاديا، ما أنا محتاجة دائما للرجل. فلما بيحصل خلاف بينه وبين زوجة بتقدر بأي وقت أن تتخذ قرار الطلاق. أما المرأة اللي غير عاملة فتسكت طبعا، وما عندها حل آخر، ما عندها خيار آخر، لذلك بتتحمل وبتصبر. هذا ضغط على المرأة من جهة، صح هو يعني بيحافظ على الأسرة، لكن بكل الأحوال في سلبية أنه المرأة تعاني في هذه الحالة. العمل من إيجابياته أنه بيعطي للمرأة استقلال في شخصيتها، بيعطي للمرأة بناء لذاتها، بيعطي للمرأة فعلا ثقافة، ثقافة مجتمع، تعرف شو صاير بالدنيا، تعرف شو عم أوامر جديدة عم تنزل، تعرف شو مؤامرات عم تحاك ضد الأمة الإسلامية عندما تخرج وعندما تلتقي مع الناس. لذلك من إيجابيات عمل المرأة أيضا أنها تمارس مهن تسد الحاجة فيها، كمهنة الطبيبة مثلا، طبيبة بكل اختصاصاتها. نحن محتاجين كتير لأعداد من الطبيبات ليسدوا الثغرات اللي هي موجودة في مجتمعاتنا، واللي بتضطر المرأة أنه تذهب لعند الرجل. لو كان في نساء كافيات ما كانت اضطرت المرأة تذهب إلى الرجال. بالنهاية العمل ينظم حياة الإنسان، ينظم حياة المرأة، يرتقي بالمرأة درجات. يعني إذا ما هي المرأة ارتقت بنفسها، أنا بحمل المسؤولية أولا للمرأة، أنت بدك تترقي بنفسك علما وثقافة وعملا. إن الله عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فمعناتها أنت من نفسك إذا ما كان عندك هذه الهمة للتغيير، لا الترقي في العمل في العلم في العبادة، ما ممكن أحد يزرع لك ياها زرع. يعني ولو تزوجتي ولو عندك أولاد المجال لازال مفتوح. في بعض النساء مجرد تزوجت خلص بتنقضى على حياتها، بتحس حالة أنه شو ماتت هي وانفنت من أجل أولادها من أجل زوجها. ما اختلفنا، يعني إليك واجب، لكن المفروض ما تهملي نفسك في ترقي نفسك إلى أن تثبتي وجودك. يعني كثير من النساء بعد زواج، أنا مثلا درست كل دراستي بعد ما تزوجت من البكالوريا إلى الدكتوراه، ممكن أنك تحصلي وتوصلي وتشتغلي وتعملي. طبعا لابد ما يكون المجتمع مساعد، من زوجك من بيتك من المجتمع ككل. لذلك يعني إذا بدنا نقعد نشرح عن العمل وظروف العمل للمرأة، لابد من دور حضانة تناسبة، لأنه أكبر مشكلة بتعانيها المرأة العاملة هي مشكلة ابنها أو طفلتها. لما الطفلة بدها تحطها مثلا بالروضة وهي خايفة عليها، فهي حتطلع للعمل لكن بنفس الوقت ما حتأدي عملها بإخلاص أو بإتقان أو باندفاع مثل لو كانت بنتها مرتاحة. فإذن لابد من المجتمع أن يعين المرأة على أن تعمل هذه الأعمال. أخيرا أقول العمل عبادة، وجعله الله عز وجل عبادة. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. في أي عمل عملتي، لذلك أنا أشجع دائما المرأة على أنه تعمل. أولا تكسبي ماديا، بتساعدي بيئتك، بتساعدي مجتمعك. لو ما كنتي بحاجة إلى المال، بتعطي للناس المحتاجين كالسيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. لكن عليك تختاري نوع العمل، مو أي عمل. يعني نحن للأسف لما نطلع لأوروبا مثلا ومنشوف، وأكثر ما امتهنت المرأة في الدول اللي كان اسمها الاتحاد السوفيتي، لأنه البلاء اللي نزل عليهم أنه أبعدوهم عن ثقافاتهم، أبعدوهم عن القيم الدينية لما لغوا فكرة وجود الإله نهائيا. فما عاد في حدا عنده عيب، ولا عاد في حدا عنده حرام، ولا عاد في مراقبة، وامتهنت المرأة كثيرا. بيقول علي عزة بيتجوفيتش اللي كان رئيس البوسنة أنه الإيديولوجية الجديدة اللي طرحتها الاتحاد السوفيتي تمنع المرأة من بناء أسرة، وتمنع المرأة من انتماء إلى أسرة. يعني أنتوا مثل الحيوانات، كل واحد وين ما بده بيعيش، كل واحد مين ما بده بيلتقي مع مين ما كان. تصوروا إلى هذا المستوى. وكثير من الغربيين بيفكروا بهذا التفكير. كاتبة فرنسية اسمها سيمون ديفوار تقول ستظل المرأة مستعبدة ما لم يتم القضاء على خرافة الأمومة وخرافة الأسرة وخرافة الغريزة الأبوية. يعني اللي بيحب أعرضه أنه وصلوا بمستوى تشغيل المرأة وعمل المرأة إلى مستوى الامتهان. هل المرأة ذكرت في القرآن الكريم، ذكر في عملها؟ بالطبع ذكر القرآن الكريم أمثلة ونماذج على ذلك، اللي هن بنات شعيب رضي الله عنهم وأرضاهم. تقول الآية ولما ورد ماء مدين عن سيدنا موسى
وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. إذن في هذه الآية واضح بأن بنات شعيب كانوا عم يرعوا الغنم ويسقوا الغنم. من هذه الآية أخذ الفقهاء عدة أحكام بأن المرأة يجوز لها أن تعمل، يجوز لها في أي عمل، لكن بعضهم قالوا بما أن بنات شعيب اعتذرتا، يعني واضح من كلامهم أنه وأبونا شيخ كبير، معناها أنه هن مضطرين إلى العمل، ما أنه خرجوا للعمل بإرادتهم. لكن بعض الفقهاء قالوا لا، المقصود من هذه الآية بأن عمل الرعي بالذات كان العرب حتى قبل الإسلام ما بيحبوا بناتهم يشتغلوا في هذه المهنة، ما بيعتبروها مهنة شريفة كالطبيبة مثلا أو الممرضة أو اللي ممكن تفتح بيتها للضيوف أو للطعام والشراب. لذلك من هذه الآية نعلم بأن المرأة ممكن تخرج، ممكن تعمل، حسب طبعا الظروف وحسب ما تكلمنا في هذه الحلقة من العجالة خليني نسميها من الوقت. بحب أختم كلامي بأن المرأة الصحابية، إذا أنت الآن في هذا العصر بتحبي تتشبهي بالصحابية، بتحبي تكوني مثلها، فلاحظي أنها ما جلست في بيتها بلا عمل أبدا، سواء في بيتها أو خارج بيتها. لو قعدنا نستعرض الشهيرات من الصحابيات، رفيدة الأسلمية اللي كانت طبيبة وممرضة، بنال النبي مسجد، الحولاء اللي كانت مثل مندوبة مبيعات بائعة متجولة تبيع العطور للنساء في البيوت، أم شريك اللي كانت بيتها، يقول الكاتب عبد الحليم أبو شقة أنه كان بيتها مثل إدارة مطعم وإدارة فندق، كان الصحابة ينزلوا في بيتها وكانت تعمل لهم الطعام. المرأة أم النار التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعرضت عليه بناء المنبر وأمرت صبيانها أنه يبنوا له منبر، فكأنها عند معمل أخشاب تأمر وتنهى. إذا نساء الصحابيات كانوا بهذا العمل، وأنا أدعو كل امرأة أن تكون نشيطة، أن تكون عاملة بأي مجال من مجالات العمل. أخيرا أختم حديثي لأجلك ربي، أنت كامرأة وأنت كرجل، كل واحد منكم عرف واجبه وعرف حقه، فعمل المرأة بالذات بالنهاية نقول هو حق لها إن أرادت أن تعمل، ليس واجبا عليها كالرجل. وكل واحد منا يتوجه إلى الله تعالى ويقول له: لأجلك ربي أعمل، لأجلك ربي أرضى، لأجلك ربي أساعد المرأة على أن تكون عاملة وفاعلة في عالمنا الإسلامي. على ذلك أودعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.